يقول: هل يوجد جهاد مشروع في العالم الآن؟ الجهاد باقي إلى أن يجاهد هذه الأمة الدجال، ولكن كما ذكرنا يشترط له ضوابط، فإذا وجدت الضوابط الشرعية فالجهاد مستمر، أما إذا فقدت الضوابط فالمسلمون يجاهدون بألسنتهم وبالدعوة إلى الله وبإنكار المنكر، وهذا من الجهاد، هذا من الجهاد. الجهاد يكون بالسلاح ويكون بالقول ويكون بالمال ويكون بالنية والقصد. نعم.